أحلام نمت بها القصة ماتت دايم الله إن الله وإلا يراجعون. بدات كتخرج وتدخل في الهضرة من كل وانا فايق عشرة ونص من الأمانة دا أمان فوق سبب خالتك وراجل خالتك وولد خالتك وسيدنا ومحمد السادس بنتي ماتت ورئيس الحكومة والسي الحموشي والله يرحم باك وقبل ما ندير شي جريمة قلبت بنتي راسها لقيتو منفوخ قلت لها بنتي مالك قالت لي النتيب ديال خالتي والدار ديال راجل خالتي بدلوا الادريسة ونهار اللي حرقوها فاش جابوها الناس كتجيب الإسعاف جابوها بطبيب طوب بيسيفين وفتحوا التحقيق وخير ما ندير شي جريمة وعشتوا لي حقي.